عن مراكز التكوين المهني. السيدات والسادة النواب، فريق التجمع الدستوري، فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب. سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، نساليكم سيد الوزير عن التدابير والإجراءات المتخذة من أجل تعزيز وتأهيل مراكز التكوين المهني بمختلف مدن وأقاليم المملكة. جواب السيد الوزير. شكرا سيد النائب على هذا السؤال. مراكز التكوين المهني لها مكانة متميزة ضمن استراتيجية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبالتالي هناك تقريبا جهاز التكوين المهني خلال الموسم الحالي 2017-2018 بمختلف عمليات وأقاليم المملكة يتوفر على 584 مؤسسة للتكوين المهني، يعني استقبلت ما يزيد على 587 ألف متدرب ومتدربة، من بينهم 371 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني. هناك في إطار البرنامج الحكومي استراتيجية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إحداث 123 مركز للتكوين المهني ضمن 4 سنوات المقبلة، وبالتالي هناك واحد استراتيجية لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تتعلق أساسا بأن يكون يعني أن نصل إلى 1,700,000 خريج متدرب ومتدربة في أفق 2021، وبالتالي هناك واحد العناية خاصة لدى هذه وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بتعميم هذه المراكز التكوين المهني على مجموعة من جهات المملكة وكذلك على مجموعة من العمالات والأقاليم. تعقيب السيد النائب، تفضل. شكرا السيد الوزير المحترم على الجواب ديالكم. لابد السيد الوزير من اعتماد مقاربة جديدة لقطاع التكوين المهني تنبني على خلق برامج مندمجة ترتكز على تعزيز القدرات الذاتية للساكنة المستهدفة وخاصة الشباب، وذلك بهدف اندماجها السوسيو مهني والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل خاصة في المهن الجديدة التي ظهرت بفضل الأوراق الكبرى التي انخرط فيها المغرب، مثل قطاع صناعة السيارات والطائرات والخدمات والسياحة والفندقة وغيرها. وهذا لن يتأتى بطبيعة الحال إلا عبر خلق المزيد من مراكز التكوين المهني خاصة بالعالم القروي. إننا نتطلع إلى خلق المزيد من المراكز والتي بإمكانها تكوين كفاءات خاصة لمزاولة مهن معينة، باعتبار ذلك مدخل لتكملة المجهودات التربوية الضرورية لإدماج الاجتماعي. إننا فخورون ومعتزون بالتدشينات والأنشطة التي يقدم عليها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بهدف تطوير. شكرا لك. هل هناك شكرا، هل هناك تعقيب إضافي سيد الوزير فيما تبقى من الوقت؟ هناك بالطبع هناك عرض جديد فيما يتعلق بالتكوين المهني من خلال فتح مسارات جديدة تواكب مجموعة من المشاريع خصوصا مشاريع مرتبطة بالمجالات الاقتصادية. وشكرا. شكرا.